بكم من جديد. فقرتنا التالية مع الموضة ونصائح لتتألقي كأبرز المشاهير من موقع سكر.com. نتابع. في أزياء المشاهير لهذا اليوم لدينا ديبورا ماسينغ مع إحدى إطلالاتها الشهيرة بتصاميم كلاسيكية أنوثية تواكب أحدث صيحات الموضة. سيري على خطاها في الأناقة وارتدي فستانا يصل حتى الركبة باللون الوردي مثل هذا الفستان من كولوزيت. طول هذا الفستان يجعله مناسبا للعمل، كما يمكنك ارتداؤه إلى العشاء في إحدى الأمسيات. أما لوني الوردي فسيضفي لمسة من الأناقة والجمال على إطلالتك دون أي تكلف زائد. الآن وقد تحدثنا عن الفستان، دعينا نختار الإكسسوار المناسب والذي سيزيدك رونقا. بما أننا اخترنا الطلة البسيطة دون تكلف، يجب اختيار لون واحد والتمسك به. إذن ننصحك باختيار حذاء أسود بكعب عالي من الطراز المفتوح عند الأصابع مع لمسات ظريفة مثل هذا الحذاء. أما بخصوص الحقيبة فاختاري حقيبة يد كلاسيكية ذات سلسلة، ولتختمي إطلالتك أضيفي ساعة أنيقة وسوارا لتكوني بكامل أناقتك. سكر تعرفك على أحدث أفكار الموضة وتطلعك على نصائح الأناقة والمظهر من أبرز أسماء الموضة العالمية. بالإضافة إلى فرصة الحصول على خصم بقيمة 72 ريال عند شرائك بقيمة 360 ريال سعودي من موقع سكر.com، الموقع الأبرز للتسوق عبر الإنترنت والذي يزودك يومياً بأحدث صيحات الموضة من أشهر دور الأزياء العالمية. نتابع مع الأناقة والأزياء ونصائح كيف تختارين فستان سهرة مناسب. دائما تريدين أن تكوني متألقة في حفلات السهرة، لذا يجب اقتناء الأفضل، ولكن انتبهي، ليس كل فستان يناسبك، فيجب عليك أن تأخذي الطبيعة المناسبة بعين الاعتبار. فإذا كنت مدعوة إلى حفل عشاء رسمي، اختاري فستان سهرة بسيط وتجنبي أن يكون فوق الركبة. وإذا كنت مدعوة على عشاء رومانسي، اختاري فستان سهرة جذاب طويل أو قصير، ولا بأس إن اقتنيت فوقه جاكيت لامع. ثانياً، يجب اختيار اللون الذي يناسبك، فعليك أن توازني بين لون الفستان ولون بشرتك، لأن بعض الألوان تجعل البشرة تبدو باهتة وشاحبة، وبعضها يجعل البشرة تبدو أكثر سمارة. وأفضل طريقة لاختيار الفستان هو القياس ولباس من استشارة أصدقائك. كذلك يجب أن تأخذي بعين الاعتبار نوع القماش، فقد يعجبك لون وقصة فستان معين لكنه من قماش سيء، لذا ننصحك بدفع مبلغا إضافيا لشراء فستان ذو قماش فاخر. هذا ويجب مراعاة شكل جسمك، فقد يكون الفستان جميلا ومناسبا لسهرتك ولون بشرتك، لكنه لا يتماشى أبدا مع شكل جسمك، فاحرصي على انتقاء ما يناسبك. فإذا كان شكل جسمك كالتفاحة، فعليك اختبار الأقمشة الناعمة وتجنب الفساتين الفضفاضة والمتهدلة، لأنها تجعلك تبدين بدينة. أما إذا كان شكل جسمك كمثلث، فابحثي عن فساتين ذات تنانير واسعة وفضفاضة. وإذا كان كالمستطيل، فاختاري فستانا يعمل على إبراز خصرك أو مع حزام على الخصر لكسر شكل المستطيل. المعلومات مفيدة، البساطة هي الجمال دائما، وكمان حلو الواحد يختار الشيء اللي يناسبه. يعني ما أروح للموضة يمكن ما تناسبني هذه الموضة، فحلو الواحد يختار الشيء اللي يناسبه، يكون دارس للألوان المناسبة لبشرته والألوان المناسبة أو الموديلات المناسبة لقصة أو شكل الجسم. يعني فالواحد مع المتابعة بيتعلم أكثر، ودائما دائما البساطة هي أهم شيء في الجمال.
فاصل أخير ونتابع بعده باقي فقرات سيدتي. في سيدتي بعد الفاصل، لوكس للجمال يكتشف مواهب وينميها.